السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ الاخبار يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة سهلة جدا وبسيطة بالكوسة دي، بس بإذن الله يعني هتعجبكم جدا وهتعجب الولاد جدا. يلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو بتاعنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس يا ريت ما تنسونيش في الكومنتات واللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد وتفعيل الجرس. ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض وصفتنا. ويا ريت ما تنسوش تتابعوني على قناتي على الفيسبوك مملكه هايدي عمر بنفس اسم القناه ونفس صوره القناه اللي على اليوتيوب. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض وصفتنا. انا جبت معايا يا جماعه الكوسه، جبتها بالشكل ده كده، بدات ان انا اقشرها او ان انا كحتها بالشكل ده كده بمنتهى السهوله، وشلت الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت فيها. هكمل بقى في نفس في باقي الكوسه، نفس اللي انا عملته في الكوسايه دي اهو بالشكل ده كده. ببدا ان انا اخرط الكوسه. بتعمليها بأي شكل عشوائي مفيش مشكلة، احنا كده كده هنضربها في الكبة. هضربها بقى دلوقتي في الكبة وبعد ما تخلص هوريها لكم. دلوقتي بقى خلاص ضربتها معايا في الكبة، بقت بالشكل ده. تعالوا هقول لكم بقى هنعمل فيها ايه. كمان الفلفل هقطعه معايا شرايح كده، طبعا لازم يكون مغسول الأول. هبدأ ان انا اقطعه معايا كده اهو. لو انت حابة تضربيه في الكبة برضو مفيش مشكلة، بس يعني انا بقول عشان تكون فيها قوام شوية. معلش يا جماعة بعتذر لكم، عشان يكون فيها قوام شوية فهبدأ ان انا يعني اقطعه بالشكل ده كده. دلوقتي بقى يا جماعة بعد ما فرمت الكوسة في الكبة وحطيت عندي الفلفل بقطعته بالشكل ده كده، بجيب بقى دلوقتي معايا صدر فرخة كده او حتة لحمة او اي حاجة انت حابة تعمليها. هعملها طبعا الانسجة ماشية على كده، انا هعملها على عكس اتجاه الانسجة اهي كده. بسم الله. حابه ان انت تعمليها زي البانيه كده وبعد كده تبقي تاخدي منها مفيش مشكله، حابه ان انت تقطعيها زي انا ما بقطعها كده براحتك. بس هي بصوا سمكها عالي ازاي. ممكن هقسمها بس الاول كده، اهي في طبعا حته عظمه هنا تبقى موجوده في الجزء ده كده اهي. حاولي ان انت تطلعيها برضو لان انت ما ينفعش تعمليها يعني تدخل معاكي في الاكل كده، مش هينفع. اهي طلعتها بالشكل ده كده. هبدأ بقى ان انا اكمل تقطيع في حتة الفراخ بتاعتي. دلوقتي بقى خلاص انا جهزت كل الحاجة بتاعتي، هنبدأ ان احنا نسويها. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط الاول شوية كده كويسين من الزيت. طبعا انا عملتها في حلة عشان الكمية كبيرة. انت لو هتعملي كمية صغيرة هتعمليها ممكن في طاسة عادي مفيش مشكلة. هنزل اول حاجة عندي بالبصل كده. بسم الله. اهي دول حوالي بصلتين كبار ضربتهم في الكبة، او ممكن تبشريهم وتقطعيهم زي ما تحبي كده. بسم الله. عملت كده، حطيت هنا الاول حبة من الزيت وبعد كده نزلت عليهم بالبصل زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. حاول بس البصل ما يبدأ يغير لونه معايا. هنزل عليه دلوقتي بشويه من الملح، رشه كده كويسه من الملح. هديله تقليبه كده. بسم الله. عندي هنا الكوسه المبشوره وحطيت عليها حته فراخ كده من الفراخ اللي انا ضربتها في الكبه. يعني انا ضربت حبه فراخ صغيرين كده في الكبه وبعد كده حطيت عليهم الكوسه. برضو هديهم تقليبه كده كلهم مع بعض كويس جدا، وهسيبهم بقى طبعا كلهم ياخدوا يدوا كده مع بعض لحد ما تستوي معايا كويس جدا، او يعني توصل لنص تسويه وبعد كده هكمل. حاولي بس على قد ما تقدري ان انت تدخلي الفراخ جوه الكوسه عشان تديكي طعم حلو. بعتذر لكم يا جماعه لو في اي اصوات دوشه ولا حاجه. هقلبها كويس جدا. خلاص كده دخلت كل، اتاكدت ان انا دخلت كل حاجه في كل حاجه مع بعضها. هسيبها بقى تدخل شويه تاخد شويه معايا نص تسويه، وهنزل عليها دلوقتي بشويه بهارات من بهارات الفراخ. ولو عندك بقى 7 بهارات او فلفل اسمر تحطيهم برضو. هنزل بال7 بهارات وهضيف كمان رشه من الفلفل الاسمر. حطيت برضو معايا معلقه كبيره اهي من الثوم المهروس، وهقلبها برضو فيها كده. بسم الله. طب انا ليه حطيت الكوسه الاول يا جماعه؟ عشان خاطر الكوسه تنزل ميتها كلها وبعد كده ابدا اكمل بقى باقي الوصفه.
بتطلع معاكي بإذن الله جميلة جدا. حطيت عندي برضو رشة من الفلفل الأسمر اهي، هبدأ برضو ان انا اقلبها مع الوصفة كاملة. دلوقتي بقى خلاص هنزل عندي بالفراخ كاملة كده بسم الله، وهنزل كمان معاها بالفلفل، كل كمية الفلفل الموجودة عندي، وهديهم طبعا كلهم تقليبة كده كويسة مع بعض، واسيبهم بقى لحد ما يستووا معايا كلهم. عشان كده انا حطيت كمية زيت كبيرة في الاول، ما حطيتش حبة صغيرين. دلوقتي بقى هزود معايا رشة الملح، اخليها بقى بحيث ان هي يعني تمليحة الوصفة كاملة. لو انت حابة تحطي لها صلصة مفيش مشكلة، ممكن نحط معانا صلصة اهي. بنزل حوالي يعني شوية صلصة كويسين كده، ما تبخليش عليها بقى بالصلصة عشان تديكي لون كويس. وهقلبها كده معايا بسم الله. هتطلع معانا في الاخر حاجة بإذن الله جميلة جدا. هنزل بقى برضو عليها بشوية من الخضرة كده، اي نوع من انواع الخضرة عندك حابة تحطيه مفيش مشكلة، بيديكي طعم جميل جدا. يعني ممكن تحطي كزبرة وبقدونس، هتلاقيه طعمها يعني بقى مختلف جدا، وبقى حاجة جميلة جدا. هحط عندي برضو شوية كزبرة ناشفة اهي بسم الله. هديهم بقى تقليبة كده كلهم مع بعض، واسيبها بقى لحد ما تستوي خالص. وبعد ما تستوي دلوقتي بقى خلاص هنعمل مع بعض العجينة. عندي اول حاجة الدقيق، بتجيبي حوالي كيلو من الدقيق او حسب الكمية يعني اللي انت محتاجاها. هحط عليها اول حاجة رشة سكر كده بسم الله، وبعد كده هجيب عندي حوالي رشة كده، هجيب عندي رشة كمان من الملح بسم الله، رشة بقى كويسة لان انا هعملها حادقة مش حلوة. واضيف معايا كمان شوية من الزيت. بصوا مقاديرها سريعة جدا وسهلة جدا، حبة صغيرين كده من الزيت، ممكن تحطي الزيت في الاخر اثناء العجن بس. وطبعا اثناء بقى العجن وكده احنا هنعجن بلبن اهو كده بسم الله. بحط معايا حوالي كوباية من اللبن، او لو انت حابة تعجني باللبن او الحليب براحتك. حابة تعجني تكمليها بدقيق بمية مفيش مشكلة، بس لو عجنتي بمية خليها مية دافية. باخد عندي حوالي معلقة كده من الخميرة، بتجيبي طبعا خميرة يعني على حسب ما تحبي، خميرة فورية او خميرة جافة نشطة. بضيف عليها شوية من اللبن بالشكل ده كده، او لبن او حليب يعني، او ممكن تفكيها بمية. وهقلبها بقى لحد ما تفك معايا. دلوقتي بقى قلبت معايا الخميرة، خليتها بقت سايله زي ما انتم شايفين كده بسم الله. هنزل بيها بقى على الطحين بتاعي اهي، هنزل بيها كلها بنفس الشكل ده كده. بصوا ما فيهاش اي تكتلات ولا اي حاجه، نزلتها معايا كلها. هبدا بقى ان انا اقلبها كده بسم الله. طبعا المفروض ان احنا نعجنها بايدينا، بس يعني انا مش هدخل بمرحله ايدي دلوقتي، هاجلها شويه. طبعا هي كده لسه عايزه حليب تاني او ميه تاني، انا هزود لها بقى ميه مش هزود حليب، انت بقى براحتك. حابه ان انت تزوديها بالحليب مفيش مشكله، وسمي بس كده عشان ربنا يبارك لك في اللي انت بتعمليه. طبعا هزود عندي الميه بالتدريج كده بسم الله، هزود شويه بس كده الاول اهو، وهبدا ان انا استمر في التقليب تاني لحد ما اخلصها. طبعا هفضل ازود ميه واقلب لحد ما توصل معايا القوام المناسب، بس طبعا هدخل بقى بايدي اهي كده بقى، محتاجه ان انا ادخل بايدي خلاص. هزود شويه ميه تانيين وادخل بقى بايدي عجنها بسم الله اهو. هعجنها بقى دلوقتي بايدي، وبعد كده اوريكم القوام اللي احنا وصلنا له. دلوقتي بقى خلاص عجنتها معايا، بقت بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. هغطيها بقى دلوقتي واسيبها لحد يعني ايه ما ترتفع معايا شويه، وبعد كده هوريها لكم ونشوف هنكملها ازاي، هنعمل فيها ايه تاني. دلوقتي بقى العجينه خمرت معايا، شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني غطت الطبق بتاعي كله. هبدا ان انا اعملها بقى كور صغيره كده على حسب انت بقى ما تحبي، حباها مثلا صغيره ما فيش مشكله، حباها كبيره براحتك، دي حرية شخصية. وهكملها كلها بنفس الشكل ده. دلوقتي بقى عملتهم بقوا معايا بالشكل ده كده، هاخدهم بقى على جنب كده، وهمسك عندي واحدة هعملها على شكل بيتزا اهي.
هعملها زي البيتزاية كده، هبدأ ان انا افردها. فردتها معايا بقيت بالشكل ده. بعد كده بعمل ايه؟ بجيب عندي فرشة وشوية صلصة كده من الصلصة اللي انا كنت عاملاها، او من علبة الصلصة العادية جدا. بتبدأ ان انت تحطيها كده بسم الله بأي شكل انت حابه. باخد عندي بقى جزء كده من الحشوة بسم الله، وابدأ ان انا افردها في على الفطيرة بتاعتي او على البيتزاية بتاعتي بالشكل ده كده اهي. حطي طبعا ما تستخسريش، يعني انت بتعملي حاجة في بيتك لولادك حاجة نظيفة ومغذية، فحطي بقى براحتك اهي. وزعتها كده بقت معايا بالشكل ده. الافضل طبعا ان انتوا تسيبوها تبرد شوية. بعد كده هجيب شوية موتزاريلا بقى وانزل بيهم كده بسم الله. حاولي برضو انك توزعي الموتزاريلا برضو شوية كده اهي. بعد كده بقى هحطها في الفرن معايا لحد ما تستوي. وبعد ما تستوي هوريها لكم هتشوف شكلها هيكون عامل ازاي وهنعمل فيها ايه تاني. وخلاص بقى ونقدمها معاكم، مش هنعمل فيها حاجه تاني. عندي بقى دلوقتي همسك من اول واحده بداتها، هسمي كده بسم الله، وابدا ان انا افردها بالشكل ده او باي شكل يعني انت حابه تفردي بيه مفيش مشكله. بس دي هعملها يعني بشكل تاني. وبعد كده هجيب لها الحشوه اهي كده، وهقفل عليها الحشوه على طول، مش هضيف لها اي حاجه تاني. حابه ان انت تضيفي لها جبنات مفيش مشكله، مش حابه برضو براحتك. نبدا ان احنا نقفلها كده كلها بالشكل ده اهي. حاولي ان انت تقفليها كلها، ما تسيبيش فيها ولا اي حاجه مفتوحه اهي. وهلفها كده على شكل الكوره كده بسم الله. طبعا ايدي مليانه زيت عشان كده هي مش ماسكه معايا كويس، وبتبقى معايا كلها بالشكل ده كده. بجيب عندي بقى صينيه فاضيه بالشكل ده وابدا ان انا احطها فيها. عندي بقى كده دلوقتي بعد ما عملتهم وبقوا معايا بالشكل ده، هيجيب عندي صفار بيض، او لو انت مش حابه تحطي صفار بيض عشان الزفاره عادي جدا ممكن تحطي اي حاجه تانية انت حباها، بس يعني هي ايه حاجه بسيطه كده عشان خاطر ما تزفرش معايا برضو. وطبعا بنحط لها شويه فلفل اسمر عشان الزفاره. بعد كده بقى بعمل ايه تاني؟ بعد ما عملت خلاص البيض بجيب معايا شويه سمسم وابدا ان انا احطهم عليه من فوق كده. بتبقى معايا بالشكل ده، باخدها بقى وبطلع بيها على في الفرن لحد ما تستوي، وبعد كده هوريها لكم. دلوقتي بقى خلاص اول حاجه معايا اتعملت اهي، بقت بالشكل ده كده. يا رب بقى باذن الله تعجبكم، ان شاء الله تجربوها وهوريكم برضو الباقي. دلوقتي ده بقى شكلها بعد ما عملتها وخلصتها، هفتحها طبعا معاكم واوريها لكم كده بسم الله. شايفين طبعا عامله ازاي؟ اهي كده بسم الله، شايفين طبعا جميله جدا. يا رب بقى باذن الله تعجبكم، وبتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها. لو عجبتكم الفكره ما تنسونيش بقى في الكومنتات واللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد، وتفعيل الجرس. والسلام عليكم. وعملت برضو يا جماعه دي عملتها برضو معايا كده، يا رب بقى يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.